أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل معنى قول الراوي وكان متكئا فجلس أن شهادة الزور أعظم من الشرك؟ لا، ما هي أعظم من الشرك، لكن يتساهل الناس. قلنا هذا، ما سمعتم؟ قلنا السبب أن الناس يتساهلون فيها بينما يتحاشون من الشرك ومن عقوق الوالدين. فالزاجر عندهم عن الشرك وعقوق الوالدين موجود، لكن الزاجر عندهم عن شهادة الزور ضعيف لغلبة الهوى والانتصار للنفس وإلى آخره. نعم.